اجي نسقسيكم واحد السؤال، حبيت نسول واحد السؤال، سؤال خطير جدا. واش الجن فعلا موجود؟ هل الجن حقيقة موجود؟ البارحة استضافني احد الاخوة في احد المجموعات على الواتساب، دخلت سبحان الله اول مقطع صوتي استمع إلي أخي يتحدث بأدلة ونصوص شرعية، وبدأ يؤصل لمسألة الجن من آيات القرآن، أي القرآن ذكر أي الآيات التي تدل على كلمة جنة، جن جنة بمعنى ما خفي وستر. وأنا أسمع إليه، في البداية استمعت له على حسن نية وأجبته على حسن نية، ومن جملة الآيات التي استدل بها قول الله جل وعلا كأنها جان، تهتز كأنها جان. وختم بحثه وقوله أن الجن شيء مستتر خفي، وكان يدندن حول موضوع هل هو حقيقة موجود. أنا أجبته بكلمة، أشرت له أنك أشرت إلى الآية كأنه للتشبيه وعمقها ودلالتها ومفهومها منطق الآية وكذا، ثم قلت له إذا كنت على استعداد سنفتح إن شاء الله المجال لسرد الأدلة إن شاء الله تعالى حول هذه النقطة. حتى تحدث أحد الإخوة قال هنيئا الأخ يعلن على أنه سيسلم إن أثبت له حقيقة أن الجن موجود. قلت الحمد لله، غنيمة ساقها الله. قلت لهم مرحبا، فإذا به يغير الموضوع ويرسل سؤالا أعمق وأخطر، غير الموضوع بالمرة عن الجن، وأقول لكم لما. ثم أرسل سؤال آخر يقول ومن الواجب أن نبحث فيما هو أعمق وكذا وكذا عن في ذات الذي نقول على أنه يقول أنه خلق في التشكيك والطعن ونفي الإله، يقول أن الله غير موجود. طيب أن الله غير موجود. قلت لهم جميعا احذروا فإنها فتنة. لما ساق لكم السؤال في غياب من يجيد الإجابة عنه كان يحوم حوله لعلمه أنه متمكن من الشبهات التي تحوم حوله، وهذا حول وهذه فتنة الطاعنين والمشككين واللادينيين والملحدين. ثم انتقل إلى أمر آخر وهو الطعن في ذات الله جل وعلا ونفي وجود الرب سبحانه وتعالى. فقلت لهم اعلموا أنها فتنة وكذا، ثم أراد الرجوع إلى الموضوع الأول. أقول لكم لا بد أن يكون هناك فقه، ليس كل أمور تناقش أمام الملأ، هناك أمور للخاصة، هناك أمور للخاصة الخاصة، وهناك أمور إذا كانت تحتاج إلى بيان أو مزيد من التوضيح والتبيان والناس علموا حقيقتها وأصولها ترخصت في عقولهم وقلوبهم، لكن ليس محل تشكيك حتى تخرج من الملة، لا حرج ولا ريب من الفقه. وإلا فالمندسين هم كثر. الآن نقول إحنا نقولهم المبشرين المنصرين هم كثر، طلع علينا المجرم الخبيث الذي يدعي أنه مغربي، الذي المغرب منه براء ويدعو إلى النصرانية ويشكك في آية القرآن، وليس نصرانية، هذا كفر بواح.
يعني هذا ينفي كل شيء، يهدم كل شيء. وأنتم تعرفون من أقصد، هو الآن في قناة نصرانية يسب القرآن ويستهزئ بالقرآن وبالسنة ويطعن في الإسلام وفي المسلمين. بهذا لابد أن نشغل اليوتيوب بالرد على أمثال هؤلاء، ليس بالسب والقدح، وإنما بإظهار شبههم والرد عليها بالدين بالحجة. ولو تطلب منك الأمر بحث لله عز وجل فيشهد عليك يوم القيامة. لا تجعل اليوتيوب للطعن وللسب وللتشكيك في من يدعون إلى كتاب والسنة، وتشغلهم بالترهات وسفاسف الأمور. دع جهدهم لأمثال هؤلاء. يضرب بعضنا بعضا ويحز بعضنا رقبة الآخر، والآخر يتطاولون في البنيان وفي أعماقهم تشرئب لتطالع المسلمين وتزرع الشبه في على أسطحهم وفي بيوتهم. حننيكم، الهمم لابد أن تكون عالية. ما خلقنا للعبث وللسفه. سبحان الله، الأمة مزق، الأمة حارب، المسلمون يحاربون، يشككونهم الآن في المعتقد، في ما هو كان راسخا وسيبقى بإذن الله. هذه بلد آمن، وأسأل الله يجعل بلدنا وجميع بلدان المسلمين آمنة مطمئنة. سرقوا الشباب فجعلوهم في حوزة يعني الشيعة والأحواز. الآن هناك شيعة، وما ليس أمر بعيد. اللاعب شديد اللاعب الكرة، لمن نذكر الإسماء، الذي تشيع، كيف يغرونهم بالأموال، يصاحبونهم ويصادقونهم ويغضون عليهم بالنعم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هذا من الاستعباد. والنبي كان ينهي سياسة العطاء، أخذوها لكن وظفوها في شر. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والمؤلفة قلوبهم. أين نحن من شيم محمد صلى الله عليه وسلم، من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فيا أمة محمد، يا إخواني، أشغلوا مقاطعكم وقنواتكم بالرد على أمثال هؤلاء السفهاء، بإظهار الحق ولو تعريضا في مقاطعكم. أظهروا الحق لله عز وجل، النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد، هذا أمر واجب الآن، واجب. حينما يشكك في الله سبحانه وتعالى، حينما يدعى إلى سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لا علي، يعني هم يقولون أسرقوها من أجل سرقوها لعلي. فيا إخواني ويا أحبابي، يا أحبابي، لابد أن نتفقه وأن نتبحر في هذه الأمور، لأن نحمل على أكتافنا وعلى رقابنا أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبارك الله فيكم، فقهنا وإياكم في الدين. اعلموا أن والله الآن شباب أصبحت الثوابت التي كانت ثوابت نعرفها قبل أن ندرسها، نعرفها من الآباء والأمهات، وبطبيعة التكوين يعني التربية والمجتمع، أصبحت الآن فيها زعزعة. ما ظنوا الناس ديال 70 و80 واللي قبل هم الناس ديال دابا ديال 90 و2000؟ لا لا لا، إياك إياك، قد وصل الانحلال يعني في أمر عظيم جدا جدا. باش نتبحر معكم وندخل معكم ما يقع في الأحياء الجامعية من انحلالات عميقة جدا، وأن أصبحت البكرة شيء قديم، وما يقع فيه يعني لا داعي لذكر أمور الله بها علي، نعلمها لا نريد أن أذكرها. فلهذا حاولوا أن تسلطوا الضوء على الأمور التي الآن يعيشها الشباب، خاصة في أمر الدين، تزعزع أمر العقيدة الصحيحة. السحر، الشرك، الشعوذة، الدجل، القمار باسم لطفوت فوت فوت، يعني أصبح القمار حتى عبد الحاج والحاجة سقط عليا وصوب ليا، يعني لعلي ربح المليار. شفت الإغراءات كيف دايرة؟ بانو كبير عرض فيه مليار، اللعاب يسير مليار. فلا بد أن نفقه الناس
يكون بين الناس أخطار عظيمة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والسمع من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. يعني هذه الأمور ذكر الله عز وجل كل الآن تقريبا موجودة، كلها موجودة. أما الدعارة، الدعارة الحديثة المركبة، يعني حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. بعض الآن لا تعمل طول السنة، تتاجر بعرضها بالصيف، ولها منتجع ولها منتزة ولها شقة، وتأتي أن يأتي زيد وعمر. ما كنت تكلمش من الفراغ، هذا شيء موجود، أقسم بالله موجود. وربما إذا رأيتهم أو طالعتهن أقسمت بالله على حسنهن، حتى على حسن ربما التوجه والأخلاق وكذا، يعني وتقول بنطارهم كذا. وربما الأب والأم لا يعرف، الله ما يعرف، الله ما يعرف. بل هناك أصبحت محلات تكتري اللباس، كتكري اللباس، تجي الأخت بلباس عادي تدخل عنده تنزع الثياب وتلبس ثياب أخرى وتذهب حيثما شاءت، وحينما ترجع تغير ملابسها عنده ثم تعاود الرجوع إلى البيت. بعض الأمهات تعرف بنتها عند آخر موديل في البورتابل وعند السيارة وعند كذا وما خدامهاش، من أين لها هذا؟ والله بعض البيوت أقسم بالله أعرفه منذ سنوات 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 من خلال الناس اللي لبتوا عندي. طيب، لابد أن نفقه الناس وأن نظهر للناس الخير. شباب تعال، الشباب يبيعون مناديل، كيف حالك؟ لا بأس. مش حال هذه؟ 10 درهم. 10 درهم؟ هاكي عمي الحمد لك، نعطيك الخير عمي، نعاون الوالده مرتك. دابا هذاك عطيتو 20 درهم وعطيتو، عطاني وحده 10 درهم وقلت له لك 10 درهم قولي خذها. هو هرب، هو هرب اصلا، ترى ياخذها حلال وبيخ... لا خليه ياخذ، ولا كيفاش غادي يعطيها لي؟ ولكن هو زلم، يعطيك هذيك 10 درهم لا لا ما هاك تاخذ 10 درهم يا سي الخمر اللي يجيب لك. نتكلموا عليها والناس يعني سبحان الله، هو كان غادي ياخذ، لكن شباب يعني حتى تعرفوا ان الفقر ما ليه اصلا، الفقر يولد السرقه، الفقر. الان مثال حي، انا اعطيته 20 درهم واخذ من عنده، انا عندي الحمد لله قدام الله باش نتساعد معه، والله يشبع 10 درهم كنت نقول له خذها يعني روح ماشي مشكل، هو اخذها وهرب، فهمت؟ فسبحان الله. فلهذا أقول لكم يعني أسأل الله تعالى يصلح الأحوال ونفقنا لكل خير. يعني احتمت لهذا الشباب، يعني ولو ما تكونش بغيت تشري غير اشتري، ولو ما بغيتش تشري أعطيه اللي عندك تعاون معه، ليقف في الشمس. هناك من يسعى على أم وعلى أب، وهناك من بغي يعف نفسه يمشي للبحار، بغي يعف نفسه يمشي، كاين اللي بقي صغير وكاين عفيف ما يطلبش، بغي يشري يجمع الحوايج ديال المدرسة، كتبة المدرسة، كاينين هذا النوع، ماشي كاع الناس فيهم السرقة. فلهذا نتعاونوا معاهم والله العظيم، اعطيها كانك تعطيها كانك تعف بها ولدك حتى لا ياتي في هذا المكر. اعطيها بنيتك متعدده، الله ياجرك ان شاء الله تعالى. اسال الله ان يوفقنا واياكم احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.